السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من مركز أخبار قنوات الكأس الرياضية في قطر. أهلا بك لانا، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في نشرة التاسعة، نبدأها بأبرز العناوين رفقة الزميلة منال سلمي. شكرا للزملاء في مركز الأخبار، أحييكم مشاهدينا وهذه عناوين التاسعة. في تصريح حصري لمركز أخبار قنوات الكأس، رئيس اتحاد الكرة يؤكد اعتماد تقنية الفيديو اعتبارا من الموسم المقبل. اللجنة الأولمبية القطرية والمجلس الأولمبي الآسيوي يعلنان بدء الحملة الترويجية للألعاب الآسيوية والامتياز لأسباير. جولة جديدة عاصفة لدوري نجوم قطر وترتيبات خاصة لإنجاح كلاسيكو الريان والسد. في النشرة أيضا قراءة شاملة لمركز الأخبار، عشية جولة جديدة قد تغير المشهد أعلى الترتيب وأسفل اللائحة. إلى تفاصيل التاسعة. أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالعمل الكبير والدؤوب الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل التجهيز المبكر لنهائيات كأس العالم 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الفيفا في العاصمة مسقط على هامش اجتماعات الملتقى الدولي، وفي سياقه أكد أن دولة قطر ستقدم مونديالا نموذجيا، وهو ما يلمسه الاتحاد الدولي ويلاحظه على أرض الواقع وعبر التقارير الدورية. أضاف جياني إنفانتينو: مونديال قطر يسير في الطريق الصحيح، ولجنة المشاريع والإرث تقوم بعمل كبير واحترافي يؤكد الاستعدادات والإمكانات المهمة المرصودة لتحقيق الهدف العالمي. ستعتمد تقنية الفيديو في إدارة المباريات في مختلف المسابقات المحلية اعتبارا من الموسم المقبل 2018-2019. جاء هذا في تصريح حصري أدلى به سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم لمركز أخبار قنوات الكأس على هامش معسكر حكام مونديال روسيا المتواصل في ضيافة العاصمة الدوحة. حقيقة احنا بدينا في التجربة هذه، في عندنا في برنامج موجود فيه حكام تدربون على هذا البرنامج، يمكن في صارت بعض المباريات الغير رسمية او الغير في الدوري تم تغطيتها، ولكن ان شاء الله على الموسم القادم راح يتم تغطية او استخدام نظام الفيديو للدوري القطري ان شاء الله. طوت ندوة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بحكام مونديال روسيا، طوت يومها الثالث في رحاب ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر. الندوة سجلت التحاق الحكام الأفارقة بالمعسكر القطري، وخصصت لإجراء سلسلة من الاختبارات البدنية والمباريات التطبيقية. صفوة الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم المقبل بروسيا في المنعطف الأخير بحثا عن التأشيرة الرسمية من الفيفا. تقنية الفيديو كانت محور الورشات النظرية والحصص التطبيقية المصاحبة للندوة. خبراء الفيفا وحكامها والمطالبون بإصلاح المنظومة التحكيمية يرون في النظام الجديد حلا ناجعا لتفادي الاحتجاجات والمشاكل المرافقة لقرارات الحكام في العديد من الحالات المستعصية. هذا تحدي لا يهم الحكام فقط ولكن كرة القدم بشكل عام. اشتكى البعض سابقا من غياب العدالة، لاعبون وفرق، وهدفنا هو الوصول إلى أقصى حد من الشفافية والعدالة. وقد أظهر الحكام روحا عالية في التفاعل مع تقنية الفيديو الجديدة. ارتفع نسق التحضيرات بعد التحاق الحكام الأفارقة الذين أداروا النسخة الأخيرة لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين بالمغرب. الاختبارات البدنية أحد المعطيات التي ستعتمد لتحديد لائحة قضاة المونديال المقبل. روسيا على بعد خطوة واحدة في وقت بات فيه الخطأ ممنوعا لحجز تذكرة التواجد بنهائيات كأس العالم روسيا 2018. الحصص التطبيقية والتعامل مع الحالات المختلفة أفضل اختبار لمدى تفاعل حكام الساحة ومساعديهم مع المعطى الجديد. ندوة الدوحة كان لها أثر كبير في نفوس جميع المشاركين. تقنية الفيديو ستكون دعامة أساسية للحكام بعد التطور الكبير الذي عرفته كرة القدم، وبخاصة من حيث السرعة والناحية البدنية، سوف تحل العديد من المشاكل وتساهم في تطوير اللعبة.
special and difficult moments for us. خطوتان أمام قضاة الملاعب لإثبات قدراتهم البدنية وتفاعلهم مع التقنية الجديدة قبل فسح المجال أمام الحكام السيدات المقبلات على التحكيم في كأس العالم بفرنسا 2019 ثم الحكام محاضر الفيفا في وقت لاحق من هذا الشهر. لمركز أخبار قناة الكأس، محمد زجار، ملعب سحيم بن حمد، بنادي قطر، الدوحة. في إطار الترويج للألعاب الآسيوية المقبلة في جاكرتا وبالمبانغ، ينظم المجلس الأولمبي الآسيوي بالشراكة مع اللجنة الأولمبية القطرية فعالية رياضية ومجتمعية تحت مسمى الجري المرح. المؤتمر الصحفي التمهيدي للحدث كان أيضا فرصة للتطرق إلى مشاركة البعثة القطرية في دورة الألعاب الآسيوية الصيف المقبل وآخر استعدادات جاكرتا لاحتضان الحدث الكبير. الألعاب الآسيوية لم تكن يوما مجرد حدث رياضي يتهافت عليه الأبطال لحصد الميداليات، إنما هو أيضا حدث ينقل المبادئ والقيم الأولمبية السامية وينشر الروح الرياضية في أوساط مختلف الفئات. ولهذا الغرض اختار المجلس الأولمبي الآسيوي سباق الجري المرح كفعالية تقليدية دورية للترويج إلى دورات الأسياد، وانتقى الدوحة محطة رابعة بين المحطات 32 التي ستحتضن السباق صباح الخميس في حديقة أسباير. هذا الحدث ليس فقط للجري أو هذا، ولكن مع أهم رسالة توعية ثقافية عن ما معنات الرياضة. الألعاب الآسيوية يعني من 1913 في مانيلا إلى حاليا في جاكرتا 2018 كانت لها أثر فعال الدوحة بالتطوير. الفعالية الرياضية والمجتمعية ستعرف مشاركة ما يفوق 300 طالب وطالبة يمثلون مجموعة من المدارس والذين سيركضون إلى جانب عدد من عدائي الأدعم. يأتي ذلك في الطريق نحو أسياد جاكرتا وبالمبانغ في أغسطس المقبل، والتي تمثل رهانا حقيقيا لقطر من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات بوفد رياضي كبير وصل عدده مبدئيا إلى 500 شخص. لا شك أن هذه الإنجازات وتواليها كذلك يخلق جيل جديد ملهم. لدينا اتحادات الرياضات التي ترتبط بالتراث القطري الأصيل وهي الرماية والفروسية، نسعى جاهدين إن شاء الله أن نحقق فيها مراكز متقدمة. كذلك لدينا رياضة ألعاب القوة، لدينا رياضات متعددة بخلاف كرة القدم. النجاح الكبير الذي حققته الرياضة القطرية في الآونة الأخيرة سواء على مستوى كرة اليد أو ألعاب القوى والرماية وكذلك كرة القدم آسيويا دليل كبير على نجاعة الخطط الأولمبية المتبعة لتطوير الرياضة في الطريق نحو أسياد إندونيسيا، حيث انطلق العد العكسي لحدث سيستضيف أكثر من 15,000 رياضية من أجل التنافس في 63 لعبة. لأخبار قنوات الكأس، سارة إيجابي، الدوحة. أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابا شديد اللهجة إلى جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمطالبتهم بالالتزام وتلبية المعايير فيما يخص الشركاء التجاريين وشركاء البث. الاتحاد القاري أكد أن جميع الفرق المشاركة في المسابقات الآسيوية مطالبة بتلبية المتطلبات الإعلامية كافة. بناء على ذلك فرض الاتحاد الآسيوي على جميع الأندية الالتزام بحضور المؤتمرات الصحفية والإدلاء بالتصريحات قبل وبعد المباريات للقنوات المالكة للحقوق. وشدد الاتحاد الآسيوي أنه وفي حال عدم الالتزام بهذه التعليمات ستطبق الإجراءات القانونية في حق الأندية المخالفة والاتحادات التابعة لها. ستكون فرق أعلى هرم دور نجوم كيو إن بي لكرة القدم تحت المجهر وتحت الضغط في افتتاح الجولة 16 عشية الخميس. الجولة الجديدة تنطلق عاصفة حيث تفتتح بحوار الغرافة أمام المتصدر أدحيل وتختتم بكلاسيكو الكرة القطرية بين الريان والسد. إليكم برنامج المباريات كاملا.
إذن حالة بين التفاؤل والحذر تخيم على تصريحات المدربين عشية جولة قد تخلط بعض الأوراق وقد تعيد رسم المشهد في الدوري. الدحيل المتصدر يسعى لتجنب المفاجآت غير السرة عندما يصطدم بفريق الغرافة وكلاسيكو الريان، والسد مفتوح على سيناريوهات كثيرة. ثلاثة أيام من التنافس ستعيش على وقعها ملاعب قطر مع انطلاق الجولة 16 من دور نجوم QMB لكرة القدم، فثلاثي أعلى هرم الترتيب يدخل مرحلة الاختبار الصعب. الدحيل المتصدر وصاحب السجل الخالي من الهزائم في صدام مع الغرافة السادس المتعطش لفوز آخر يقربه خطوة جديدة من المربع الذهبي ويعطيه انتعاشة تستبق دخوله غمار المنافسة القارية دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل. أما الدحيل فكفاحه على الجبهتين أيضا سيكون الدافع له لتعميق فارق النقاط دون انتظار نتيجة الكلاسيكو بين السد والريان. لأننا نخوض أكثر من منافسة ولتقارب أيام المباريات نحاول التركيز وتحقيق نتائج إيجابية. يقوم الغرافة بمجهود كبير وبخاصة بعد تغيير الطاقم الفني الذي يبحث عن النتائج المرضية وهو يحقق ذلك. نريد مواصلة الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث. صحيح إنها مباراة مهمة وصعبة، سنمنح الأولوية للشباب وهم على قدر المسؤولية. بالنسبة لشنايدر وثارمي قد يشاركان، لكنني سأعتمد أكثر على الشباب في لقاء الدحيل. تأخذ القمة الثانية إذن جانبا كبيرا من الأهمية. ملعب جاسم بن حمد سيشهد سباقا متجددا نحو اللقب. كلاسيكو السد والريان بطعم الثأر أو تجديد الانتصار، فتقارب المستوى وحتى النقاط سيعطي المباراة نفسا آخر. الرهيب لإعادة سيناريو القسم الأول وتكرار التفوق والزعيم في طريق مواصلة مسيرة النجاح وتضييق الخناق أكثر عن الدحيل، وستكون الجاهزية التامة للطرفين المحرك الرئيس لكلاسيكو قطبي الكرة القطرية. صراع آخر سيكون الجمعة سيدور بين منطقتي المربع والوسط بداية من لقاء السيلية مع قطر. السيلية للتمسك بتواجده في المربع الذهبي في حين يسعى الملك للابتعاد خطوة جديدة عن مراكز القاع باعتبار أنه يحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة. في نفس اليوم يحل فريق أم صلال بقيادة مدربه الجديد طلال القرقوري ضيفا ثقيلا على الخور في مسعى من الصقور للتمسك بفرصة القفز إلى الأمام، وهو ذات طموح الخور لكن للتقدم أكثر من المناطق الدافئة بجدول الترتيب. تختتم مواجهات هذه الجولة بلقائي السبت حيث يحاور الخرطيات المرخية في صراع بين طرفي متذيلي الترتيب، ويليه لقاء العربي مع الأهلي في مواجهة للاقتراب خطوة نحو البقاء بالنسبة للعربي. لأخبار قنوات الكأس أمير فحصي، الدوحة. من يكسب رهانات الجولة 16؟ هل يقدر الدحيل المتصدر على استغلال الحوار المباشر بين مطارديه؟ وكيف ستتعامل الفرق المهددة بالنزول مع تحديات المحطة الخامسة إيابا؟ في انتظار ما ستجود به حقيقة الميدان، هذه قراءة للجولة الجديدة مع منال سلمي. تفضلي منال. شكرا للزملاء في مركز الأخبار، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عشية انطلاق الجولة 16 تبرز كثير من الأرقام والمعطيات. الريادة للدحيل ب 39 نقطة والمصباح الأحمر يتشبث بالمرخية صاحبي 8 نقاط. الدحيل والسد هما الفريقان الأكثر فوزا في الدوري حتى الآن، أما المرخية فاكتفى بفوز واحد فقط في 15 مباراة. حامل اللقب هو الوحيد دون هزيمة تذكر في وقت الفرق نالت وكذلك تلقت خسارة كبيرة، هي الخور، الخرطيات، قطر، المرخية، والرقم يشير كما هو موضح إلى 9. أفضل خط هجوم للدحيل ب 54 هدفا، فيما الأضعف للمرخية ب 10 أهداف. على مستوى الدفاع يبرز الخط الخلفي للزعيم السداوية فقط قبل 16، فقد قبل 16 هدفا فقط، أما دفاع الخرطيات فهو الأضعف ب 37 وبمعدل يفوق الهدفين في المباراة الواحدة. الجولة التي تنطلق غدا الخميس تعد منعطفا صعبا لمن هم في قلب السباق على اللقب وكذلك لمن يراهنون على تفادي النزول.
مباراة الأسبوع دون منازع هي كلاسيكو الريان والسد. الرهيب ثالثا ب 35 نقطة وبفارق نقطتين خلف الزعيم الثاني، يعني للريان الفوز، يعني للريان الانقضاض على مركز الوصافة، ويؤمن للسد توسيع الفارق عن الرهيب إلى 5 نقاط في وقت التعادل لن يفيد سوى متصدر الترتيب. مباراة الغرافة أمام الدحيل تخطف جانبا كبيرا من الأضواء. الفهود في مرتبة السادسة بعشرين نقطة يسعون للفوز جديد من أجل الاقتراب أكثر من المربع، ويتوقع أن يتغيب الهولندي ويسلي شنايدر عن هذه القمة حتى يكون جاهزا للاستحقاق القاري. أما الدحيل صاحب الصدارة ب 39 نقطة فيرغب في التوقيع على نصر 13 يعزز به موقعه في المركز الأول ويستغل به نتيجة الكلاسيكو. هذه الجولة تعرف كذلك صراعا غير مباشر بين 3 أندية رهانهم المركز الرابع. الحديث هنا عن فرق السيلية الرابع، أم صلال الخامس، والغرافة السادس. هذا السباق لم يكشف بعد أسراره، والجولات المقبلة كفيلة بالإجابة عمن سيظفر به. بعيدا عن تحديات المقدمة يبرز حوار المعدبين في السفح. الخريطيات 11 ب10 نقاط والمرخية الأخير ب8 فقط. الفريقان يرفعان شعار لا للخسارة وهم يدركان كذلك أن التعادل لن يفيدهما. الفائز قد ينعش حظوظه ولو مؤقتة، لكن الخاسر سيتعقد وضعه. وهنا يمكن الحديث عن المهمة المعقدة لكل من ياسر أسباعي وكذلك يوسف آدم. الجولة الخامسة إيابا حبلى بالمواعيد الكبرى والرهانات الصعبة، لكنها تعد أيضا مناسبة للوقوف عند جاهزية أنديتنا الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا. سد، الدحيل، الريان، إضافة للغرافة. شكرا لكم على طيب المتابعة، أترككم مع الزملاء. شكرا لك منال. من جهة أخرى وفي خطوة لإخراج مباراة الكلاسيكو في أجمل صورة، عقدت مؤسسة دوري نجوم قطر اجتماعا تنسيقيا. خصص الاجتماع لمتابعة الترتيبات التنظيمية ذات صلة بدخول الجماهير والفريقين، فضلا عن متابعة مختلف الإجراءات الأمنية وكذلك الفعاليات المصاحبة للمباراة الأبرز هذا الأسبوع. إليكم الآن آخر وأهم المستجدات على الساحة المحلية. عبر النجم الهولندي ويسلي شنايدر عن بالغ سعادته بخوض تجربة احتراف في دولة قطر بألوان فريق الغرافة. صحيح لانا، قال شنايدر في حديث لبرنامج ضيفنا أنه يأتي إلى الدوحة من أجل تقديم أفضل ما لديه ومن أجل حصد الألقاب. البرنامج يبث كاملا الليلة في تمام 10:30 عبر الكاس ون. عرفت هذا الدوري من خلال أصدقائي الذين لعبوا هنا كرونالد ديبور وفرانك ديبور وكذلك أنور ديبا الذي لا يزال يلعب في قطر، لذلك فإن عملية الانتقال لم تأخذ وقتا كثيرا، في 2 يوم فقط تم الاتفاق، وربما هي الأسرع في مسيرتي. جئت إلى هنا للتتويج بالألقاب، وقعت لسنة ونصف وأتوقع أن أستزيد. النشرة ما زالت متواصلة معكم مشاهدينا وفي أبرز عناوينها بعد فاصل قصير. معاذر يتعملق في نهائي الأهداف الخمسة ويرفع كأس الدرجة الثانية على حساب الشحانية. تحية من جديد. توج فريق معاذر بطلا لكأس درجة ثانية لكرة القدم بتغلبه على فريق الشحانية في المباراة النهائية
بثلاثة أهداف لهدفين. بهذا التتويج وقع فريق معيذر اسمه بأحرف من ذهب كأول فريق يتحصل على لقب الكأس. فريق الشحانية كان سباقا للتهديف منذ الدقيقة الثالثة بوسطة فاسكيز فلاوديو، لكن سيامك محسن أدرك التعادل في الدقيقة 24، وبعد دقيقتين أضاف خليفة النعر الهدف الثاني لمعيذر قبل أن يعزز أيوب المدراسي تفوق فريقه بالهدف الثالث في آخر ثواني الشوط الأول. ثم عاد فريق الشحانية لتقليص الفارق عن طريق حمد الجهيني في الدقيقة 64، وكاد الفريق أن يدرك التعادل، لكن لاعب كلاوديو لاتشانو أضاع ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. وضع النادي العربي لمساته الأخيرة على المعرض الذي يقيمه الأحد المقبل في الحي الثقافي كتارة. المعرض يقام تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الرياضي ويصعد 65 عاما من النجاحات والبطولات. تم الكشف عن اللمسات الأخيرة للمعرض في مؤتمر صحفي ترأسه جاسم محمد الكواري نائب رئيس النادي العربي، وحضره بالخصوص علي محمد العلي رئيس لجنة قدام اللاعبين. المعرض الذي يستمر 3 أيام يقام بالتزامن مع البطولة الودية لمنتخبات الخليج لقدام اللاعبين. من فترة انتهاء المعرض السابق لحد الآن بالتنسيق مع رئيس اللجنة ومعي انا كإدارة النادي رتبنا مع عبد الله سعد، شكلنا لجان على ان نقيم المعرض، عشان تعرف ان النادي العربي نادي كبير ولعيبه كبار ومقتنيات كثيره، فحولنا مع عبد الله سعد واللجنة ورتبنا المعرض ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يكون المعرض انه قدر يكون يعني يرضي الكره القطريه وسمعه اللعيبه ان شاء الله. استكمالا للبرنامج الوطني ترشيد التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، انطلقت منافسات كرة القدم. تقام الفعالية بمشاركة 22 مدرسة في المناطق المحيطة بملاعب كأس العالم 2022. مشروع ترشيد 22 تتضمنه مواد تعليمية ومسابقات تهدف إلى تعليم الأطفال سبل الحفاظ على الكهرباء والماء، بما يسهم في جهود قطر لتحقيق الاستدامة البيئية كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وستتم مراجعة استهلاك المدارس من الطاقة لتقييم المجالات المحتملة لترشيد الاستهلاك، كما سيتم تحديث الأجهزة لخفض استهلاك الكهرباء من خلال مصابيح توفير طاقة وصنابير الماء الموفرة. دوري ترشيد هو الله يسلمك المرحلة الثالثة والأخيرة من مسابقة ترشيد 22 اللي هو ثمرة التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللي تهدف لتعيية الطلاب باستغلال الطاقة وتوفير استخدام الماء والكهرباء. بدينا في مرحلتين سابقتين قبل كانت أكثر مدرسة تزور الحديقة، والمرحلة الثانية كانت أكثر مدرسة تسوي تصاميم ومقطع فيديو طبعا راح ينتشر إن شاء الله في الانستغرام قبل إعلان النتائج طبعا في نهاية شهر 2. بعد ملحمة كوريا الجنوبية التي توجه منتخبنا الوطني لكرة اليد بالفوز بلقب البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، يستعيد الدوري العام نشاطه. عشية الخميس تنطلق الجولة السابعة في صالة المونديالية بمدينة أتحيل بقمة تضع الغرافة في مواجهة أتحيل. بعد ذلك تتجه الأنظار صوب مباراة الكلاسيكو بين القطبين الريان والسد. هذه إطلالة على أجندة يوم جديد. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. في تصريح حصري لمركز أخبار قنوات الكأس، رئيس اتحاد الكرة يؤكد اعتماد تقنية الفيديو اعتبارا من الموسم المقبل. اللجنة الأولمبية القطرية والمجلس الأولمبي الآسيوي يعلنان بدء الحملة الترويجية للألعاب الآسيوية والامتياز لأسباير.
جولة جديدة عاصفة لدور نجوم قطر وترتيبات خاصة لإنجاح كلاسيكو الريان والسد. كان في التاسعة أيضا معاذر يتعلق في نهائي الأهداف الخمسة ويرفع كأس الدرجة الثانية على حساب الشيحانية. نشكر حسن متابعتكم للنشرة قدمناها لكم من مركز أخبار قنوات الكأس في قطر. الموعد الإخباري اللاحق منتصف ليلة دوحة، كون على الموعد. في أمان الله. في أمان الله.